من لم يمت قصفاً ربما يموت جوعاً. في هذه الخيمة بننام 11 نفر. وبعد نيف من الزمن برداً. هذه غزة التي يطبخ فيها آخر ما تبقى من مواد غذائية تحت نيران تشتعل بقوة الورق والكرتون، وما تيسر من أدوات تحافظ على النيران لدقائق مع نفاذ الغاز، ومن قبله معظم مواد المأكل والمشرب. شاحنات الإغاثة تنفذ قبل وصولها وقد لا تساوي قطرة في بحر حاجة السكان. أما عن رفوف المحال فالصورة أبلغ توصيفاً، لاسيما وسط وجنوب القطاع بعد موجة النزوح الواسعة. وهي أصبح محل فاضي خالي من المواد التموينية، وإحنا المعبر كرم أبو سالم ما زال مغلق مدة شهر منذ 7 أكتوبر، لحتى الآن لم يدخل على قطاع غزة أي شيء، وإحنا بنناشد الأمم المتحدة والدول العربية وجارتنا مصر الشقيقة علينا أن تساعد قطاع غزة بنقل المواد التموينية حتى الشعب أن يكمل حياته وأن يعيش حياة كريمة. قبل أيام كان البحث عن طعام في بقايا الأنقاض ملجأً قد يفضي لمعلبات بطعم الموت، لكن اليوم وبعد اقتحام الأهالي في القطاع لمراكز الأونروا بحثاً عن قوت يوم أو اثنين، تهم المحال بالإغلاق رسمياً بعدما استنزفت مخزونها الاحتياطي الكامل. الثلاجات فضيت طبعاً، الرفوف ولا حاجة على الرفوف. نتمنى من الدول العربية والجهات المعنية فتح المعبر وإدخال المواد الغذائية والتموينية للأهل قطاع غزة، لأنه لم يوجد أي شيء يأكلوه أهل قطاع غزة حالياً. إحنا خلال 48 ساعة هنسكر السوبر ماركت بسبب قلة المواد الغذائية ونقص المواد التموينية في السوبر ماركت. أزمة الغذاء في غزة كارثة منسية وسط ركام القصف، لكنها حرب جوع لا تقل ضراوة عن حرب المدفعية، وسط مطالبات يومية وساعية بفتح المعابر لسد ظمأ العطش وملء أمعاء خاوية لما يزيد عن مليوني فلسطيني.